بقى احنا كنا وصلنا لحد فين؟ لقلنا الهيلينج، مش كده؟ كنا بنتكلم في الهيلينج، فقلنا الهيلينج بقى على مرحلتين: كونتراكشن الووند وريبليسمنت للتيشوز لوست، وانه الابريجن هيل بروم ذا بريفري باي نو ابيثيريال بروس. طب الايريال ستيج من 4 ل 6 اورز، دي اريا، دي الستيج دي مايكروسكوبيك، يعني مش هشوف حاجه بعيني، ممكن اشوف تحت ميكروسكوب، لو خدت سيكشن هشوف تحت ميكروسكوب ان في حصل ستيج اوف انفلتريشن، في بوليمورف نيوكلير انفلتريشن، وفي حاجه اسمها بري فاسكولار فورميشن. يبقى في الاريا اللي هي بيفور سكاب فورميشن، قبل ما تتكون قشره، تمام كده؟ لو انا خدت سيكشن من الابريجن، طبعا انتي مورتم ابريجن، هلاقي ان في بوليمورف نيوكلير انفلتريشن على البري فاسكولار فورميشن. على مسافه 12 ساعه الوند بيبقى له ثلاثه لاير، في سيرفيس زون في مقام الفايبرين ريد سيلز، ديبر زون من البوليمورف نيوكلير اوكسايدز، والثيرد لاير دامجيت كولاجين. يبقى انا على 12 ساعه بعد الابريجن ما يحصل، هلاقي الجرح بقى له ثلاثه لاير، اللي هي بدايه تكوين السكاب، الديبست لاير ده دامج كولاجين، فوق منها بوليمورف نيوكلير انفلتريشن لاير، وفوق خالص في اريا او لاير اوف فايبرين اند ريد سيلز. وبعدين على من 12 ل 24 ساعه يبدا السكاب فورميشن يحصل، اللي هو تكوين الايه، القشره بتاعت الايه، بتاعت الابريشن. يبقى انا عندي الهيلينج هنا حصل في ايرل ستيج من 4 ل 6 اورز، عباره عن انفليشن بولمر نيوكلير انفلتريشن فقط. 12 ساعه بقى في عندي ثلاثه لاير هيلينج، هيلينج باي 3 لايرز، دامج كولاجين وبولمر نيوكلير لاير وفايبر ريد سيلز، واخيرا على 12 24 ساعه يبدا السكاب فورميشن. سكاب فورميشن نفسه له كذا ستيج. الستيج الاولانيه نسميها الريدش او السوفت سكاب فورميشن، دي على مسافه زي ما قلنا 12 24 ساعه. بعد كده السكند ستيج هيبقى فيه دراي براون دراي سكاب فورميشن، القشره تبقى لونها لونها بني، و لونها بني وتكون فيها نوع من الجفاف، يبقى القشره جافه ونوعها ايه، بني، تمام كده. دي على ثلاث، دي على ثلاث بعد خلال ثلاث ايام. واخيرا الثيرد لاير بيحصل سيبريشن، الثيرد ستيج سيبريشن اوف سكاب، دي على 1 ويك. الفورث ستيج بيحصل ريجريشن للابيثيليوم وجرانيوليشن تيشو على 2 ويكس، تمام كده. يبقى انا عندي الهيلينج حصل بايرلي ستيج زي ما قلنا بعد 4 ساعات وبعد 12 ساعه، وانتهى ببدايه تكوين السكاب فورميشن. السكاب فورميشن نفسها لها كذا ستيج. فيرست ستيج اللي هي الريدش سوفت سكاب فورميشن، وبعد كده السكند ستيج اللي هي البراون دراي سكاب فورميشن ثلاث ايام، الثيرد ستيج سيبريشن السكاب على اسبوع، والفورث ستيج ريجنريشن اوف ثيريوم وجرانيوليشن تيشو خلال اسبوعين. كل الديتس دي يا دكاتره ريلاتيف ديتس، يعني ما هياش اعمار او اوقات ثابته، لا دي اوقات تقريبيه تختلف من جرح لجرح، من ابريجن لابريجن، من شخص لشخص، من راجل لست، من طفل لكبير، من صحيح لمريض. احنا بنديك متوسطات، لكن طبعا يظل كل جرح يخص صاحبه ويخص الظروف بتاعته، ولو في انفكشن او مفيش يبقى انا بحكي لك على حاجه ستاندرد لها علاقه بس بالثيوريتيكال ليرنينج، لكن على مستوى على اللايف براكتس ما بيشوفش الوضع بالشكل ده، تمام. يبقى الابريشن اسمبل ووند هيل ان ليس ذان 21 دايز ويزاوت ليفنج اني ديفورت. يبقى دي الايه، دي الابريشنز، تمام كده. حد له فيها اي اسئله بنخش على الميديكال امبورتنس بتاعتها لحد كده؟ كل مفهوم؟ طيب ايه بقى الميديكال ليجنس، الميديكال ليجال امبورتنس اوف ابريشنز؟ اولا فروم اتس بريزنس، دي شور ساينز اوف ستراجل اور ريزيستنس، اكيد حصل هجوم على الشخص دوت، هو كان بيقاوم حاجه، بيحارب حاجه، اتخبط بحاجه، يبقى وجود الابريشن يدل على حدوث عنف. اثنين من الاتش فروم اتس شيب، من شكلها، لان الباترن ابريشن زي ما قلنا عفوا الباترن ابريشن ماي اسيست in identifying the causative agent. زي ايه؟ زي مثلا ال two curved opposing rows of abrasion meeting in an elliptical form، زي اللي هو البايت مارك او الهيومن تيث. احنا قلنا no two sets of teeth are identically alike، يعني ما عندناش طقمين سنان في اليونيفيرس شبه بعض تماما، لا ده كل بني ادم له
شكل طقم اسنان مختلف، وبالتالي الهيومن بايت باثوجنومونيك وديستنجوشنج لصاحبها. فانا لو لقيت انه في والهيومن بايت تعتبر باترن ابريشن، يبقى الهيومن بايت، عفوا يا دكاتره، يبقى الهيومن بايت يا اولاد هي ديستنجوشنج لصاحبها، وبالتالي ممكن اعرف من خلالها الاسيلنت او مين اللي عمل الايه الجريمه دي. طب هتقول لي هو العض جريمه؟ لا، ما هو العض هنا ما بيكونش هو الجريمه، ده هو بيكون جزء من الجريمه. سامعيني يا اولاد ولا الصوت فيه مشكله؟ سامعيني؟ طيب، يبقى هنا قلنا فورم اتس بريزنس بتدل على حدوث عنف، فورم اتس شيب اللي هو الباترن ابريجن، واشهر مثال على الهيومن بايت. طيب فروم اتس دايركشن بقى، هو انا اقدر اعرف الدايركشن اوف فورس؟ يعني اقدر اعرف الراجل ده تخربش من فوق لتحت ولا من تحت لفوق ولا ترانسفيرسلي مثلا؟ عن طريق ايه؟ حاجه اسمها الهيبنج اوف ذا تورن ابيديرمس. هيبنج يعني بقايا. تخيل سعادتك لو انت بتسكرابس اوف الابيديرمس، بتكشطها من فوق لتحت، فانت بضوافرك بتشد الابيثيليال او الابيديرمال لاير فروم اب داونورد، فهتتجمع كل الهيبنج ديت، كل البقايا دي هتتجمع تحت في اخر الابريشن من تحت. انا لو خدت هاند لينز عدسه مكبره بصيت بيها على الابريشن، لقيت انه في هيبنج اوف تورن ابيديرمال ابيديرمس موجود في ناحيه من الابريشن، يبقى الناحيه الابريشن ده كان فروم ذا اذر سايد تو ذس سايد. يعني فرضنا مثلا الهيبنج اوف ابيديرمس ده موجود في اللور بوينت اوف ابريشن، يعني في اسفل حته من الابريشن الموجود حسب الاناتوميكال بوزيشن بتاع البودي. ها، واحد مثلا متخربش في وشه، تمام، لقيت انه الهيبنج اوف ذا ابيديرمال لاير ديت موجوده عند الايه اللور جو او الماندبل، والخربوش واخد مثلا من عند جنب عينه لحد تحت، يبقى الراجل ده اتخربش من فوق لتحت، صح ولا لا؟ لو العكس حصل، لو لقيت الهيبنج موجوده اب عند الاوربت مثلا، يبقى اتخربش من تحت لفوق او ترانسفيرس. طبق ده على الجسم كله هتقدر تعرف ايه الدايركشن اوف ابريشن او الدايركشن اوف فورس كودنج ذس ابريشن. طب فروم هيلينج، يبقى ده هيديني فكره عن الديتنج اوف ابريشن، عن عمر الابريشن ده، واستيميت تايم بتوين الانفليكشن والدس. يبقى الابريشن ساعدني ميديكو ليجالي من خلال وجوده في حد ذاته ذا ساين اوف ستراجل، من خلال شكله يبقى ده باترن ابريشن يدل على الاسيلنت في بعض كتير من الامور، الدايركشن بتاع الفورس بقدر اعرفها، الهيلينج بتاعه بيديني فكره عن التايم باس سنس اتس انفليكشن. طب كمان الابريشن بيساعدني في ايه؟ بيساعدني بيحدد لي التايب اند سايت اوف ابريشن كان ديتيرمين ذا تايب اوف ذا كرايم، يعني نوع الابريشن ومكانه بيساعدني في تحديد نوع الجريمه اللي حصلت. زي مثلا الفينجر نيل ابريشنز، لو حصلت اراوند ذا نيك يبقى ده ثروتلينج، اراوند ذا ماوث اند نوز يبقى ده سمذرنج، اون ذا انر اسبيكتس اوف ذا ساي والريست والاكسترنال جينيتاليا يبقى ده ريب. طيب الفريكشن ابريشن باي ليجيتشر، فريكشن ابريشن اللي قلنا ان هو سب تايب من السكرابي ابريجن، فاكرين الفريكشن ابريجن باي ليجيتشر، لو اراوند النك بقى ده هانجنج او سترانجوليشن، لو اراوند الريست والانكل يبقى ده تورشر او ريب، نفس القصه. طيب الباترن ابريجن اوف موتور فيكل تاير، لو انا لقيت باترن ابريجن موتور فيكل تاير يبقى ده ترافيك اكسيدنت. يبقى هنا الابريجن وجوده ونوعه حدد لي نوع الجريمه اللي حصلت، تمام كده؟ ايه كمان الابريجن كان ديفرنشيت بتوين كونتيوجن وهايبوستيزس، خدنا قبل كده زمان في البوست مورتم تشينجز لما كنا ما شرحتها لكم ان في فروق لازم نفرق بين الكونتيوجن والهايبوستيزس. من ضمن الفروق دي ان الكونتيوجنز بيكون دايما عليها من فوق ابريجن او كومبايند باي ابريجنز، لان القوه الفورس اللي سببت الكونتيوجن هي نفسها اللي ممكن تخربش السكن اوفر ذس كونتيوجن، لكن الهايبوستيزس طبعا ما فيش فوق او ما فيش كونتيوجن بتحصل معاه. كمان الابريشن كان ديفرنشيت بين الانسايزد والكونتيوزد ووند، هناخد كمان شويه ان في ارياس في البودي الكونتيوزد ووند فيها او اللاسريتد ووند بشبه الانسايزد ووند، يعني اللاسريتد ووند الجرح المتهتك ده شبه الجرح القطعي بالظبط زي السكالب. هنا اللي بيفرق الاثنين وجود الابريشن مع الكونتيوزد ووند او مع اللاسريتد ووند، لكن طبعا ما بيكونش في ابريشنز مع الانسايزد ووند، تمام كده؟ يبقى كده الفيديو كوليجا امبورتنس اوف ابريشنز اتفهمت، دي سهله ما فيهاش حاجه. نقول شويه صور بقى، ده اشكال من السكرابي او البراش ابريشنز الاوريجينال الايدنتيكال، يعني النوع الكبير اللي هو السحاجات زي ما انتم شايفين كده موجوده في اماكن كتير جدا باحجام مختلفه، تمام، اكستنسيف اريا بارر لاينز اوف ايه اوف اوف سكراتشز موجوده على اكستنسيف اريا زي ما احنا شايفين،
او على الالبو زي ما احنا شايفين هنا، يبقى دي اسمها سكرابي او براش ابريشنز. تمام، دي الباتيرن اللي تحت ده عند الالبو. ايه يا فندم؟ اللي تحت عند الالبو ده عامل زي ما يكون لاسريتد ووند مثلا، يعني لا. هو مش باين ان هو قدوش. خلي بالك بقى، ما خلي بالك بقى هنا عشان افرق. انت كلامك دقيق جدا. او اسمك ايه يا دكتوره؟ رنا. بص يا رنا، انت كلامك صح جدا، هو فعلا اللاسريتد ووند والابريجن وجهين لعمله واحده. ايه اللي بيفرق بينهم؟ الديبس اوف ذا ووند والفورس اللي ادت للووند مقدارها قد ايه. فكل ما كانت القوه دي اضعف ومور سوبرفيشال، كل ما كنت ابريجن، كل ما كنت القوه ديت مور اكستنسيف ومور ديب وحتكت العضلات والسبكتينس تيشوز والكلام ده، كل ما بقيت ايه لاسريتد ووند. فالشكل لازم لو انت خدت بالك هتلاقيه فيري سوبرفيشال، يعني بص عليك الايدج بتاعته مع السنتر مفيش عمق تقريبا، يبقى ده ريموفال للابيديرمال لاير. هتقولي طب ما هو الفلور فيه بليدنج، هقول لك صحيح فيه بليدنج، لكن ده لانه حصل انجري للباسكولار ديرمال بابيلي، لكن هو يظل ابريشن او براش ابريشن، هو الكشط او السحج مش لاسريشن. وحواريك لاسريشن بعد كده في صور تانية. لا، اللاسريشن والعياذ بالله حاجه بشعه يعني، لكن ده مجرد كشط او خربوش او سكرابي ابريشن عادي. تمام، ده بقى اشكال الباترن ابريشن زي ما اتفقنا عليها. تمام كده، ادي شكل الايه العفو، ادي شكل مثلا الموتور فيهيكل تاير اهو، ده واحد عدت عليه عربيه خلاص. فشوف حضرتك رسمه الفيهيكل تاير او كاوتش العربيه مرسوم على صدره رسمه. تمام، ده باترند ابريشن، وطبعا ده قلنا سب تايب من ايه، من الامباكت ابريشن اللي هو البربنديكولار فورس اللي بتهرس الايه الابيديرمس. هنا الـ ده فريكشن ابريشن صحيح اهو، لكن اسف ده باترند امباكت ابريشن، لكن بايليجيتشر نتيجه ان حصل ايه هنا، ده ممكن اقول عليه هانجنج او سترانجوليشن او ليجيتشر سترانجوليشن، يعني بس الاريا مش كامله من قدام عشان اقدر احكم، لكن ده يصح يكون هانجنج وصح يكون ليجيتشر سترانجوليشن، وان كان شكله اكتر ليجيتشر سترانجوليشن يعني. تمام، شوف رسمه الحبل عامله ازاي، كانه الحبل موجود لسه زي ما هو. فدي اشكال من الباترند ابريشنز. كده الابريشنز خلصت، حد له سؤال فيها لحد كده؟ في اي سؤال فيما تم شرحه؟ لا يا دكتور سامح. دايركشن يا دكتور تاني معلش. ها، مين اللي بيسال؟ دايركشن يا دكتور. الدايركشن دلوقتي انا عندي، لما انا اجي اخربشك انا بعمل ايه بالذات؟ مش 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 الامباكت ابريشن، لا السكرابي ابريشن. السكرابي اللي هي التانجنشال ابريشن، انا هنا كشط الابيديرمس بتاعك صح ولا لا؟ كشط الابيديرمس ديت لها اتجاه، يا اما خربشك من فوق لتحت يا من تحت لفوق، على حسب اتجاه ايدي الفورس اللي انا بخربشك بيها واتجاه جسمك صح ولا لا. الخربوش ده بيعمل هيبنج للابيديرمال لاير، بتتجمع الهيبنج دي او البقايا دي في اخر او في الديستال اند اوف دي ابريجن. يعني انا بخربشك النهارده فروم اباف داونورد، يبقى هلاقي الهيبنج ديت موجوده فين؟ في اللوست اريا اوف ذا ابريجن. خربشتك بالعكس من تحت لفوق، يبقى انا هلاقيها في الابر موست اريا اوف ذا ابريجن. فلو انا معايا هاند لينز وبصيت على الابريجن وشفته اول ثرو على مسار طوله ولقيت الهيبنج متجمعه كلها في اريا واحده، هقدر اعرف ان الابريجن جه فروم ذا اذر سايد تو ذيس اريا. يعني مثلا كل الهيبنج اوف ذا ابيديرمال موجوده في الليفت سايد، يبقى الابريجن فروم رايت تو ليفت. لو هي موجوده كلها في الرايت سايد، الابريجن فروم ليفت تو رايت. لو هي موجوده في اللوست اريا، يبقى الابريجن اب داون. لو الابر موست اريا، يبقى الابريجن لو اب او فروم داونورد ابورد. فاهمني؟ يبقى القصه ان انا دايما الهيبنج دي الابريجن جه من الاتجاه المعاكس لحد ما وصل لها، فجمعت الهيبنج كلها في هذه الاريا دلت على الدايركشن اوف فورس كوزنج ذيس ابريشن. تمام كده؟ شكرا دكتور. فهمتها؟ فهمتها يا دكتور، شكرا. طيب كونتيوشن اوف بروسس بقى، ده عباره عن جرح مقفول. الكونتيوشن عباره عن اريا اوف بليدنج او الهيمريج ان سوفت تيشوز از ا ريزلت اوف رابتشر اوف بلاد فيزلز ديو تو بلانت تروما. البلاد ان كونتيوشن اسكيبس فروم سمول فينز اور ارتريز نوت كابيلاريز. في غلطه شهيره موجوده في كذا كتاب، وهنا الكتاب اللي معاكم، انه يقول لك ان الابريج الكونتيوشن نتيجه كابيلاري رابتشر. الحقيقه الكابيلاري رابتشر او بليدنج فروم كابيلاري رابتشر از انفيزبل تو ذا نيكد اي، ما ينفعش اشوفه بالعين المجرده. فكون ان شفت تجمع دموي اندر ذا سكن، ما ده معناه ان على الاقل اللي حصل رابتشر فينيول او ارتريول
لكن مش كبالي ابدا يعني. يبقى البلاد اسكيب فروم سمول فينز او ارتريولز نوت ذا كابيلز. الكاركترز بتاعت الكونتيوجن, موست كونتيوجنز ار سوبرفيشال اندر ذا انتاكت سكن, بس ديب كونتيوجنز كان اوكير. ديب كونتيوجنز تحصل في الاورجانز, في المسلز, في الهارت, في اللنج, في البرين. يعني الكونتيوجنز تحصل في اي اورجان داخلي. وطبعا خدنا البرين كونتيوجنز واللاستريشن بريت انجري مع طلع منها اكيد اتكلمكم عليها. فالكونتيوجن اما سوبرفيشال واما ديب. البروز او الكونتيوجنز, خلي بالك بروز وكونتيوجنز اسمين لحاجه واحده, is associated with other injuries such as abrasions and lacerations. يعني دائما بيحصل مع الكونتيوجنز other injuries زي اللاسريشن زي الابريشنز, ما تبقاش برسيل وحدها, ممكن تحصل لوحدها لكن غالبا accompanied او associated مع other injuries. The deep contusions may be absent at the moment of infliction but appear after some hours or a day. يعني ممكن اول ما يحصل الخبطه اللي ادت للرابتشر اوف دي فينيول او ارتريول وخرج الدم في السب كوتينيوس ريجن او في الديب ريجن اوف ذا بودي, في المومنت اوف انفليكشن ما بشوفش الكونتيوجن لكن تبان بعديها بشويه بعد كام ساعه لحد يوم كامل. عشان كده في حالات الاسولت الفيزيكال اسولت, لو جالك على فيكتيم فيزيكال اسولت بادعاء مشاجره او اعتداء جسدي او خلافه, لازم تفحصه مرتين, مره اول ما يجيلك ومره بعد يوم او اتنين. ليه؟ عشان يبان الديب كونتيوجنز اللي احنا بنقول عليها دي او الكونتيوجنز اللي بتبقى ليت ان اتس ابييرنس تبان بعد يوم او اتنين, تقدر تحددها وتجيبها في التقرير. كويس. كونتيوجنز مي نوت بي مي اور نوت اور مي نوت بي باترن. يبقى باترنت كونتيوجنز ديت مش كومن. الكومن في الكونتيوجنز اللي هي ان باترن. الكومن في السوبرفيشال كونتيوجنز اللي هي تكون ان باترن, ما لهاش باترن معين, تكون راوندد اور اوفال وشكلها بيبقى متشابه ايا كان الفورس او الانسترومنت اللي عدد ادت للكونتيوجن. لكن في بعض الحاجات بتعمل باترنت كونتيوجن, اشهرها الهيومن تي سبايت. الهيومن بايت تعمل باترنت كونتيوجن زي ما قلنا, بعباره عن تو اليبتيكال لاينز او تو كيرفد روز ميت ات ان اليبتيكال فورم, بتتقابل في شكل زي شكل ماوس كده. يبقى الهيومن بايت تعمل باترنت كونتيوجن. يبقى دي الكاركترز بتاعت الايه, بتاعت الكونتيوجن. طيب السايت اوف كونتيوجن داز نوت نيسيسري كورسبوند وذ ذا بوينت اوف امباكت. يعني صح قوي ان انا اخبطك في مكان معين والبليدنج يحصل فيه سبكوتينيوسلي, لكن الكونتيوجن يبان في اريا بعيد. يبان في اريا بعيد ليه؟ لان الدم بيمشي مع الباس اوف ليست ريزيستنس ومع الجرافيتي. اديني امثله على كده. يعني مثلا bleeding from basilar skull fracture, يعني مثلا حصل fracture في skull base, الكونتيوجنز هنا مش هيبان. هيبان فين الكونتيوجن؟ ما skull base متغطيه كلها فوق, الدماغ فوق الرقبه, فالكونتيوجن هنا هيبان below the ear. يبقى رغم انه الفراكشر بيز مثلا حصل away from this area, لكن يبقى البلاد يتركل ويمشي في الاريا of least resistance لحد ما يبان below the ear. طيب الفيمر fracture, لو حصل فراكشر فيمر هتلاقي البروزز بابير ان ذا لوور ثان. يعني رغم الفراكشر فيمر هيبقى فوق عند الهيد مثلا او النيك اوف فيمر, هتلاقي انه البروزز باين في اللوور ثان. لو حصل ديب بروزز في الميد ساي هيابير البروزز ده في الني. يعني هيبان البروزز في الني جوينت مش هيبان في الميد ساي. ميد ساي بالكي ماسل فما ينفعش يبان البروزز فيها, لكن هيفضل البلاي يتركل ويجو مع الجرافيتي واللاينز اوف ليست ريزيستنس لحد ما يبان اراوند الني. المثال الاشهر واللي بتسال كتير جدا البلاك اي. البلاك اي اللي هو او الراكون اي اللي هو الواحد اللي يعني سودا او زرقاء, تمام. طب ده يحصل بكام طريقه؟ يعني البلاك اي دي ده كونتيوجن اراوند الاي اهو, يعني بليدنج حصل اراوند الاي. طب يحصل بكام طريقه؟ هل بس الدايركت بلو للاي او للاوربت يحصل منها البلاك اي؟ لا, ده انا ممكن اخبطك على الفرونت اوف ذا سكال, يعني اخبطك فوق في الفور هيد كده, تمام, بالشومه ولا بالبوكس ولا بحته ولا باي اله, والبلاد يتجمع ويتركل لحد ما يتجمع اراوند الاوربت ويبقى ويعمل لك بلاك اي. او ممكن يحصل فراكشر بيد اوف ذا سكال بات على مستوى الروف اوف ذا اوربت. يبقى الفراكشر بيز يحصل في الانتيريور سيريبرال فوسه فيكسر الروف اوف ذا اوربت, وبالتالي البلاد يتركل ويتجمع اراوند الاي يعمل لي بلاك اي, او ان يكون في دايركت بلو على الاوربت. يبقى انا كده لما الاقي عندي فيكتيم عنده بلاك اي, ما ينفعش اقول ان الفيكتيم ده خد بوكس في عينه, لا, ده في احتمالين كمان ممكن يكونوا موجودين. اما انه خد خط على الفور هيد
والبلاد تريكل داون لحد ما اتجمع اراوند الاي وعمل بلاك اي، واما الاخطر يكون عنده فراكتشر بيز وكسرت الروف في الاوربت وبالتالي اتجمع الدم اراوند الاي. يبقى السايت اوف كونتوجن does not necessary to be corresponding with the point of impact. ما ينفعش يبقى عند مخبط الفيكتيم بحاجه يبان الكونتيوجن تحت الخبطه على طول، ممكن قوي اخبطه في حته والكونتيوجن يبان في حته بعيد شويه زي ما قلنا لكم الامثال اللي قلنا عليها دي. طيب الكونتيوجن دايما يحصل ببلانت فورس يعني؟ لا، ده ممكن الكونتيوجن يحصل سبونتينيوسلي، وكتير جدا بتحصل في البنات بالذات والستات او في الناس الكبار في السن، انك يقول لك جسم متوت، ده حصل تتويت في جسم او حصل بقع زرقاء من كده، او راجل عنده مثلا بيربرا او عنده هيموفيليا او الاخره، فيحصل رابتشر للبلاد فيزلز انها اصلا ويك وان هيلثي ويحصل سبونتينيوس كونتيوجن. السايستال كونتيوجن يبقى اني سايز، بس الليميتس بتاعت السايستال كونتيوجن فروم فيو مليمترز تو ميني سنتيمترز. يبقى الكونتيوجنز الترينج في السايز بتاعها من فيو مليمترز لميني سنتيمترز. لو انا اقل من الفيو سنتيمترز دي، من الفيو مليمترز دي، ده يبقى اسمها ايكيموزيس، يبقى السكن هيموريدج. السكن هيموريدج اقل من الفيو مليمترز بتاعت الكونتيوجن بنسميها ايكيموزيس. لو اقل من كده اللي هي البوين بوينت هيموريدج بنسميها بتيكي، ذكرناها في الاسفكسي. طب امال الهيماتوما دي يعني معناها ايه؟ الهيماتوما اذا لارج فوكال كولكشن اوف بلاد ان ان اريا اوف كونتيوجن. يبقى انا عندي هنا بالنسبه للسايز عندي اربع حاجات بالنسبه للسايز. لو انا بين بوينت في السايز بتاعي بين بوينت هيموريدجز دي بنسميها بتيكي. اقل من فيو مليمترز يعني اكبر شامل بين بوينت واقل من فيو مليمترز بسميها ايكيموزيس. فروم فيو مليمترز لميني سنتيمترز كونتيوجنز. لو انا عندي فوكال اريا اوف هيموريدج في الاريا اوف كونتيوجن يعني في كونتيوجن وحصل، لكن جه في وسط الاريا دي حصل ليكج اوف بلاد ها وبقى في اريا سوفت ومليانه دم بنسميها هيماتوما، بنسميها هيماتوما. طبعا دي كلها مسميات جايز تتسال عليها في الام اس كيو، لكن انا اللي يهمني الكونتيوجن كتعريف وكسايز زي ما اتفقنا. طب الانتي مورتم بروز او كونتيوجن بتميز بايه عن البوست مورتم؟ بالكالر تشينج، والكالر تشينج زي ما هقول كمان شويه بيدل على الهيلينج، كمان ان بيبقى فيه سويلنج وفي فايتال رياكشنز، ده كلها بيدل على الانتي مورتم كونتيوجنز مش البوست مورتم كونتيوجن. يبقى الفرق من البوست مورتم كونتيوجن والانتي مورتم كونتيوجن الكالر تشينج اللي بيدل على الهيلينج والسويلنج والفايتال رياكشنز اللي بتدل على انه في حياه في هذا. فاكتورز افكتنج السايز اوف كونتيوجن بقى ايه؟ الفاكتورز اللي بتحدد كميه الكونتيوجن او حجم الكونتيوجن، اول اماونت اوف فورس ابلايد، اكيد كل ما كان ما عملت ابلكيشن لجريتر فورس كل ما الكونتيوجن كان اكبر. حد الايج اوف ذا فيكتيم طبعا التشيلدرن والالدرلي بروز مور ايزلي. ليه؟ لانه التشيلدرن عندهم لوز ديليكيت سكن، يعني السكن بتاعه لوز وديليكيت فما ما بيقاومش الخبطه البلانت عشان يحمي البلاد فيزل اللي موجوده تحت منه بقوه، بيبقى سهل قوي انه يحصل الكونتيوجن للطفل او البيبي. كمان في الراجل الكبير في لوس اوف سبكتينس سبورت تيشو، فبيبقى سكن اوفر بون، وبالتالي الانجري هنا اللي هناك او الكونتيوجن في الراجل الاولد مان او الالدرلي مان اولدر بيبل بتكون اسهل بكتير. السكس طبعا معروف جدا ان الومن بيبروز مور ايزلي لان عندهم فاتي تيشو كتير، والفاتي تيشو بيبقى لسه سبورتيف تيشو تو ذا بلاد فيزل، يعني البلاد فيزل ماشي بالفاتي تيشو سهل جدا يبقى انجرد ويبقى انه يبليد لانه بقى الفات عامل له مش عامل له سبورت. كونديشن اند هيلث اوف ذا فيكتيم طبعا الويل كونديشن والماسكولار انديفيديوالز مور ريزيستنت للبروزس، سواء راجل بيلعب كمال اجسام راجل اسليت رياضي تشامب كلام من ده صعب قوي انك تعمل له كونتيوجن يعني. لكن لو في عندي ديزيز دي بيرسون مع في ليفر سيروزس او بليدنج داث او 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 غيره فده البروز هيكون عنده فيري ايزي. سايت اند تايب اوف تيشو امباكتد يعني انا المكان اللي بعمل فيه الكونتيوجن ايه؟ اللاكستي والفاسكولاريتي والثيكنس اوف ذا سكن. فاللوز سوفت لاكس فاسكولار تيشو زي الايليد والفاتي اريا بيبروز ايزلي عن الاريا اللي بتبقى سبورتد تيشو وفيها ثيك سكن زي البالم والسول. يعني البالم اوف ذا هاند والسول اوف ذا فوت صعب ان يحصل فيهم بروزس لان هم ويل سبورتد تيشو وفيرم ولهم ثيك سكن، لكن ارياز ثانيه زي الايليد والفاتي ارياز دول دي ارياز لاكس وويك وفيها فاسكولار تيشو كتير فيبقى سهل ان يحصل فيها ايه كونتيوجنز. ودي الفاكتورز افكتنج السايز اوف كونتيوجنز. تمام.
في سبيسيفيك تايبس اوف كونتيوجنز بقى؟ اه طبعا في. في عندنا حاجه اسمها بيركوليتد كونتيوجنز. ايه البيركوليتد كونتيوجنز ديت؟ او بنسميها اكتوبيك بروزس. احنا قلنا قبل كده انه البروزس او الكونتيوجن مش شرط يبان في المكان اللي انت خبطت فيه البلاد فيزل او البلاد فيزل فرقع فيه. مش شرط يكون البروزس يحصل في السايت اوف امباكت. بيحصل احيان كتير اواي فروم ذا سايت اوف امباكت. فلو البلاد اسكيب فروم اوريجينال سايت اوف امباكت وتريكل باي جرافيتي وبركوليت اراوند ذا لاين اوف ليست ريزيستنس هنسميه البركوليتد كونتيوجنز او الاكتوبيك كونتيوجنز. تمام كده؟ اللي هي انا بعمل الخبطه في مكان والبلاد يتريكل ويمشي مع الليست ريزيستنس باس واي لحد ما يبان في مكان اخر. نسميها اكتوبيك كونتيوجن او بركوليتد كونتيوجنز. سب تايب من البركوليتد كونتيوجن دي حاجه اسمها الكام اوت بروزس. الكام اوت بروزس ده معناها ان انا عندي ديب سيتد بروزس مانيفيستد اكسترنالي او سوبرفيشالي افتر سيفرال اورز. ليه بيحصل كده؟ عشان الهيموليسيس. الهيموليسيس بيخلي الدم كثافته اقل فيبدا الكونتيوجن اللي كان ديب ده يبان سوبرفيشال. يبقى انا عندي شكلين من الاكتوبيك كونتيوجن دلوقتي. شكلين من الكونتيوجن اللي هو بيبان او بيابير اواي فروم ذا اريا اوف امباكت. الشكل الاولاني ان هو يبان تحت او تحت الاريا اوف امباكت. يعني انا مثلا عملت ميد ساي كونتيوجن لكن الكونتيوجن بان اراوند ذا ني. ده بنسميه بركوليتد كونتيوجن او اكتوبيك كونتيوجن. يحصل ليه؟ لان الدم مشي باي جرافيتي وبركوليتس along lines of least resistance حد ما تجمع في اريا اضعف واوسع. الميد ساي اريا ماسكولر ومضغوطه وستيف فالدم اللي موجود فيها يهرب وينزل مع اللاينز اوف ليست ريزيستنس مع الجرافيتي لحد ما يلاقي اريا زي النيه فيها مساحه وفيها لاكس تيشو شويه يبدا يتجمع فيها. فدي بنسميها البركوليتد او الاكتوبيك كونتيوجنز. السب تايب الثاني او سب تايب من النوع ده اسمه الكام اوت بروزس. الكام اوت كونتيوجن اللي هو يبقى الكونتيوجن ديب سيتد يعني حصل الكونتيوجن تحت في عمق الجسم لكن بان سوبرفيشال بعد شويه يبان سوبرفيشال. ليه بيحصل الكام اوت بروسس ده؟ عشان بيحصل هيموليسيس للبلاد اللي هو خرج من البلاد فيزلز دي في الديب تيشوز. حصل هيموليسيس الكثافه الدم قلت بدا يحصل نوع من الايه ان الدم بيطفو 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 لحد ما يبان سوبرفيشالي افتر سيفرال اورز. يبقى اول نوع من الكونتيوجن البركوليتد كونتيوجن او اسمه اكتوبيك كونتيوجن وسب تايب منه اللي هو الكام اوت كونتيوجن. تمام؟ طيب الباترنت كونتيوجن. باترنت كونتيوجن زي ما قلنا قبل كده كونتيوجنز دايما ان باترنت لكن في انواع من الكونتيوجن باترنت. اهمهم ايه؟ قلنا نوع منهم قبل كده اللي هو الهيومن بايت كونتيوجن زي ما اتفقنا. النوع الثاني الاشهر واللي بيتسال كتير اللي هو حاجه اسمها ترام لاين او تريم لاين كونتيوجنز. ترام لاين او تريم لاين يعني خطين المترو او خطين الترماي خطين السكه الحديد. وايه اللي بيحصل؟ انا لما بضربك بلاش يعني كرباج او هويب حزام او كرباج او بيلت تمام او بورد ها او رود يعني بقضيب او شومه. المهم اله زي ما انتم شايفين حضراتكم كده يا اما اله على شكل جهاز مستطيلات او اله زي الاسطوانه كده خلاص لها ثيكنس لها دايامتر خلاص. بلاقي ان الكونتيوجن اللي حصل بعد ما ضربك عباره عن خطين. شايفين الرسمه اللي في اقصى اليمين دي؟ خطين متوازيين كانهم شرطين سكه حديد. الاريا اللي في الوسط بتبقى هيلثي تقريبا ما فيهاش بروزس عشان كده سموها ترام لاين كونتيوجن. طب هي بتحصل ليه؟ ليه بيحصل الخط بالشكل ده او الشكل ده بينتج من ايه؟ احنا اتفقنا انه التيشوز او الهيومن بودي تيشو كان ويزستاند الكومبريشن فورس لكن كانوت ويزستاند التراكشن فورس. صح ولا لا؟ فاكرين القاعده دي؟ انتوا معايا ولا مشيتوا يا اولاد؟ ايوه يا دكتور معايا. احنا متفقين ان التيشوز كان ويزستاند التراكشن الكومبريشن كانوت ويزستاند تراكشن فورس. طب خليك معايا كده بص لي على الرسمه اللي في اقصى اليمين دي او اللي في على الشمال. تحت انا دلوقتي خبطت اهو بالشومه او بالخرطوم او بالحزام او بالكرباج او لاخره. تحت مباشره البلاد فيزل حصل لها كومبريشن. شايف الاريا تحت الاريا اوف امباكت مباشره في السنتر في كومبريشن على البلاد فيزل. لكن في البريفري اوف ذس اريا
البلاد فيزل حصل عليها تراكشن ما بين الاريا اوف امباكت وبين البودي سيرفيس، وبالتالي الرابتشر اوف بلاد فيزل مش هيحصل في السنتر، هيحصل على البريفري اوف دي امباكت اريا، وبالتالي هينتج البليدنج اون بوث سايدز او على البريفري اوف ذس انسترومنت، فهيبقى عندي في الاخر التو لاينز اوف كونتيوجنز اللي بنسميها ترام لاين كونتيوجنز زي ما حضرتك شايفين. طب هما ليه سموها باترند؟ اولا شكلها شكل الترام لاين ده يدل على الاله اللي انت ضربت بيها، يعني لما اشوف حاجه بالشكل ده يبقى انت ضربت يا بشومه يا بحزام يا بكرباج يا بكذا، يبقى هيدل على الاله وهيعمل ايدنتيفيكيشن، يبقى انا بقى عندي باترند فورم اوف كونتيوجن. تاني حاجه انه الويدث المسافه بين الخطين دول هيساوي الثيكنس اوف ذس انسترومنت، يعني انا عندي بضرب بحزام مثلا، حزام ده عرضه 3 سم او 4 سم مثلا، فهتلاقي انه الخطين الحمر اللي بتوع الكونتيوجنز اللي هم الترام لاين دول الاريا اللي ما بينهم طولها 3 سم تساوي عرض الاله اللي عملت الكونتيوجن ده، يبقى ده شكل اشكال الايدنتيفيكيشن، وبالتالي بقى الترام لاين كونتيوجن ا فورم اوف باترند كونتيوجن. فاهمينها دي يا اولاد؟ الو تمام يا دكتور، فاهمين الترام لاين كونفيوجن كويس. يبقى اول نوع من السبيسيفيك كونفيوجن وكان بيو سب تايب اللي هو كام اوت كونفيوجن، ثاني نوع الباترن كونفيوجنز وفيها شكلين الترام لاين والهيومن بايت كونفيوجن، واخر حاجه البي ام كونفيوجن. البي ام كونفيوجن ده بيحصل باي ابلكيشن اوف فورس افتر ديس على اريا فيها بلاد فيزل وغالبا تحت منها بون، يبقى زي ما قلنا في الابريجن نفس المواقف كونتيوجن، انا بطبق فورس بلانت فورس على اريا فيها بلاد فيزل وتحت منها بون، فهيحصل كراشنج بلاد فيزل وهيبقى فيه بليدنج، بس البليدنج ده بوست مورتم. طب هو البلاد بوست مورتم ممكن يبقى فلويدي ويبان كبروزس؟ لفتره معينه قبل ما يحصل كومبليت هيموليسيس ممكن البلاد يتركل او يبليد من البلاد فيزل الانجرد ويخرج موجود كبوست مورتم بروزز اندر ذا سكن، لكن طبعا هلاقي كالر تشينج ولا فايتال رياكشن ولا سويلنج ولا حاجه، وده هيميزه على البوست مورتم على الانتي مورتم بروزز. الميديكولوجيك امبورتنس بتاعتنا في الكونتيوجن، اولا فروم اتس بريزنس تمام، برضه بتدل على ساينز اوف ريزيستنس او ستراجل تمام. الشيب مي اسيست ان ايدنتيفاينج اوف كوزيتيف ايجنت او الاسيلنت زي الباتين كونتيوجن مثلا، زي ايه اكزامبل بلو باي ارود برودوس تو بارا لينير كونتيوجنز ويز نورمال ابييرنج اريا ان بتوين ليها ترام لاين بروزنج، هيومن تيس برودوس ا كاركترستيك تو كيرفد اوبوزنج روز اوف بروزز ميتينج ايتش اذر ان ان اليبتيكال فورم. يبقى الشكل بتاع الباترند كونتيوجنز بيدلني على الاله اللي عملت الكونتيوجن او على ان ده هيومن تيس بايت. فروم هيلينج زي برضو الابريجن estimated time of infliction وقد ايه وقت عدى ما بين ال time of infliction وال time of examination او الدس، لان ال contusion بيبدا احمر لان الدم احمر ويمر ب color changes هنقولها دلوقتي. فال recent bruises بيكون red in color due to oxyhemoglobin، دم لسه خارج fresh فبيبقى red in color. في خلال 3 ايام بيتحول ل dark blue color نتيجه ان بيبقى فيه reduced hemoglobin. خلال 6 ايام من 4 ل 6 ايام بيبدا يحصل ديجريديشن للهيموجلوبين ده فيبقى لونه جرين، بنسميها عشان حاجه اسمها البيلي فيردن، ده احد نواتج التكسير بتاعه الهيموجلوبين. خلال 8 ل 9 ايام بيبقى يلو عشان حاجه اسمها بيلي روبين، ده هو تكسير البيلي فيردن، ويفيد اوت ويروح خالص في خلال اسبوعين. يبقى انا عندي الكالر تشينز بروزز احمر ازرق اخضر اصفر فيدنج اواي، وكل ستيج تاخد لها من 2 ل 3 ايام. في بعض الاماكن البروز بيبقى ريد فروم اتس ستارت تو ذا اند، يعني ما بيحصلش فيه كالر تشينجز رغم ان هو انتي مورتم. فين؟ في السب كونجنكتيفال كونتيوجنز دي بتشو نو كالر تشينج. ليه ما بيحصل لها ما بيحصلش هنا كالر تشينج في السب كونجنكتيفال بروزز او كونتيوجنز؟ حد عارف؟ عشان بيحصل اكسجين، يعني اكسده دايما من الدم. تمام، بيحصل اكسجينيشن للهيموجلوبين عن طريق الاير، لان الكونجنكتيفا ديت ده سين ممبرين خالص، فبيحصل الاكسجين كان فاست ثرو ذا كونجنكتيفا ري اوكسي
اكسجينيت هيموجلوبين وبالتالي يفضل الهيموجلوبين ريد فروم ذا ستارت تيل ماكروفاجز ويل ايت ات اند ذا بروسس ويل فيد اواي. تمام. كمان اللارج بروسس او اللارج كونتيوجنز ممكن اشوف فيها اول كالرز اوف هيلينج توجذر، يعني ممكن اشوف كل علامات الالتئام وكل الكالر تشينجز اللي قلنا عليها دي في بروز واحد لو كان كبير في حجمه زي حضرتك في الصور دلوقتي. شوف بعد كده. طيب بعد كده فروم ذا سايت اوف كونتيوجن زي الابريشن برضو ان اي كان ديتكت او دايجنوز ذا تايب اوف ذا كراي. كونتيوجن في الانر اسبيكت اوف ليب سمذرنج، كونتيوجنز عند على النك ستروتلينج، كونتيوجنز في الانر اسبيكت اوف ذا ساي والفالفا، في الريب كونتيوجنز وان اسبيكت اوف ذا بودي، لو لقيت كونتيوجنز على سايد واحد اوف ذا بودي، في الفورم في الفول فروم هايت، لو انا واحد درما نفسه من مكان عالي او تراما وقع على جنبه هلاقي الكونتيوجنز موجوده مثلا في الرايت سايد بس او ليفت سايد بس، يبقى معناه ان هو تراما في مكان عالي فور فروم هايت. كونتيوجن كمان كان ديفرنشيت بتوين انسايز اند كونتيوزد ووند، يعني لاسريتد ووند والانسايزد ووند بفرقهم بالكونتيوجن زي الابريجن، لان الكونتيوزد او اللاسريتد ووند دايما معاها كونتيوجن. طيب نشوف بقى اشكال الكونتيوجن. ده شكل للسب كونجنكتيفال كونتيوجن مع بلاك اي. شوف السب كونجنكتيفال ريد على طول رغم ان البلاك اي بدات تبقى لونها اسود وبدات تخش في الكالر تشينج، لكن السب كونجنكتيفال هيموريدج ثابت. كونتيوجن تاني اهو على الوان سايد اوف ذا بودي نتيجه فول فروم هايت. ده شكل اللي هو على الاقصى اليمين من اشكال البلاك اي، بس لسه هو طبعا بيبقى احمر في الاول. ده شكل من اشكال الباترنت كونتيوجن سلابنج للفيس، ده تشايلد ابيوز طبعا، شكل رسمه الهاند اوف دي اوف دي السيلنت واضحه جدا على الفيكتيم اهي. تمام. ده طبعا شكل تاني من اشكال البلاك اي مع كونتيوجنز اون ذا سايد اوف ذا ماوس. تمام. ده كونتيوجنز في الانر اسبيكت اوف ذا ليب في حاله السمذرنج. تمام. ده شكل اشكال التورشر، شوفوا حضراتكم هنا كونتيوجنز، ده مضروب بكل انواع الاشز والخراطيم والحزمه والبتاع. الترام لاين كونتيوجن موجود في اماكن واماكن لا طبعا نتيجه ان الحاله كومبليكيتد شويه، بس انا عايز اوريك ان ممكن يكون كونتيوجنز اكستنسيف على الهول بودي. ده الشكل قلنا عليه ان كل الكالر تشينجز ممكن اشوفها في كونتيوجن واحد بس، يعني شوف حضرتك هنا الكونتيوجن اهو هتلاقي اللون الاصفر واللون الاحمر واللون الازرق واللون الاخضر كلهم موجودين لان ده اكستنسيف كونتيوجن فكل الكالر تشينجز